الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لقي رجلا فسأله الفضيل قال يا رجل كم مضى من عمرك؟ فقال الرجل مضى من عمري 60 سنة. فقال له الفضيل فإنك منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ إليه. أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ إليه. قال الرجل آه فما العمل؟ قال خذ من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغلك وتصدق من مالك وابذل من بدنك. وجعل يوصيه بالعمل الصالح سواء في بدنه أو في ماله أو بخبرته أو بعلمه أو في وقته أو في غير ذلك، أن يستثمره في مباح أو أن يستثمره في طاعة، المهم ألا يستثمره في شيء يسود وجهه إذا وقف بين يدي الله عز وجل. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وضع يده صلى الله عليه وسلم على منكبه، قال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء.